نبدا بقى معاك يا كريم، لان احنا يعني في كلام مهم جدا لازم يتقال في الاول. كلام مهم، وعندنا اكتر من رساله هنتوجه بيها النهارده انا ونهاوند، ليه سواء للعيبه النادي الاهلي او لجماهير النادي الاهلي في كل مكان. يعني طبعا يعني بدايه كلام لازم نقول مليون سلام وتحيه لكل اللعيبه الاهلاويه، الحقيقه عملوا كل اللي عليهم وزياده، مكسب مهم جدا على غريم كبير وليه اسم وليه تاريخ وليه ثقل، تصدر قمه الدوري، فوز بنتيجه عريضه وتاريخيه، كل ده يعني كلام هايل هايل هايل. ولكن كما هي العاده وبناء على ان ده قدر كل الاهلاويه سواء كانوا لعيبه او جماهير، كالعاده لازم بنقفل الصفحه ونحط الموضوع في اطاره الطبيعي. ده العادي، احنا النادي الاهلي وده مش جديد على النادي الاهلي، ومش اول مره النادي الاهلي يكسب فيها ماتش في يعني ماتش الديربي بنتيجه كبيره. قلنا قبل كده طبعا انه الاهلي كسب بالاربعه اكتر من مره، وكسب سته في مره من المرات، وزي ما كان معانا كابتن فتحي نصير امبارح وعرفنا انه في يعني تواريخ سابقه الاهلي فاز كمان بنتيجه 7-1 في يوم من الايام. عشان كده عايزين لعيبه النادي الاهلي تستغل فتره التوقف الدولي وتستثمر الفوز الكبير في القمه من غير ما يحصل اي تراخي. ليه بنقول الكلمتين دول؟ لان ساعات كتير بعد اي مكسب كبير وبعد اي نتيجه عريضه بيحصل شكل من اشكال التراخي، وده بالمناسبه مش بس بينطبق على النادي الاهلي، الكلام ده موجود في كل انديه العالم، ده منطق بيتحقق في كتير جدا من الاحيان في دوريات العالم المختلفه. أنا بتفق معاك جدا يا كريم صراحة في النقطة دي، ومطلوب كمان التركيز مع معالجة هنا لو هنتكلم أي حاجة بقى أثرت بشكل سلبي أو حصلت كمان في الفترة اللي فاتت، سواء بنتكلم من اللاعبين أو حتى من الجهاز الفني.